يعني اقول لك يمكن التلتين من الناس الكبار المسلمين كان بيرن عليا كل يوم ويقول احنا مش هنسكت، انت هترجع فلسطين، ده انت اخونا. ويوسف ده اللي هو والدي قال لك ده اخونا الكبير، احنا مشيناكوا عشان خاطر ان انتوا ايه بس يعني هذه الامور بس مش اكتر بس، وكل شيء يعني الحمد لله والحمد لله ومدخل. واول ما فتحت باب العربيه لقيت اخواته كلهم المسلمين جم مستنيين قدام الباب هنا الاحضان، ويعني نشكر ربنا. يقولوا ايمن يوسف منزل صوره مسائل الاسلام، بس هو ما بيعرفش يقرا ولا يكتب بصمجي بالعربي، فاحنا قلنا خلاص اللي اغلط يتحاسب، وهو فعلا ما غلطش. التليفون كان واجع منه وواحد لقاه فنزله المنشور تعليمي. التليفون كان واجع منه من يوم 6 في الشهر كان واجع منه، بنقول له قال لي انا ما اعرفش التليفون كان واجع منه. الحمد لله يعني هو ما اعرفش واجع منه التليفون 6/5 تمام. بس فجت لما قعدوا هم القعدات كلها اخر قعده حكموا ان احنا نمشي من الباب. طبعا انا كنت من ضمن الخمس اسر مشيت معاهم، طب يعني حرام يعني اخر سنه في التبلوغ ما امتحنتش، حرمت من اخر سنه ثالثه صناعه. مسيحيين ومسلمين مع بعض اخوان ومفيش فرق. وهنيك شفت الراجل اللي كان قاعد عندك ده ما هنا اهو مسلم، يعني مثلا لو في اي حاجه مثلا كده كان مجيش عندي، لكن هو الراجل جه بنفسه بيجونا والبلد كلها كانت جتنا هنا النهارده. البلد اللي كان المؤتمر كان عمره كله هنا جه هنا، القيادة اللي حضرت كلها جاهم هنا ومفيش اي شيء بيننا وبينهم. ايمن يوسف ده لا يعرف لا يقرا ولا يكتب، ولا احمد اللي قاعد معانا لا يعرف لا يقرا ولا يكتب ولا احنا ولا دفاع حاجه. بارك الله فيك.